جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، سنعود وسنعود إلى هذه القضية إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن نرى أثرا لهذا النداء الذي توجه به أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شيخ صالح مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حا حا عين، يقول إنني والحمد لله قضيت فريضة الحج العام الماضي وأديت الفروض كاملة إلا شيئا واحد، هو أنني لم أبت ليلتين في منى نظرا لظروف السيارة التي كانت معي، لا أدري هل علي شيء، جزاكم الله خيرا. لا شك أن المبيت في منى ليلة 11 و12 لمن تعجل بيومين، وكذلك 13 لمن تأخر، المبيت هذه الليالي واجب على الحاج لأنه من مناسك الحج، ولا يجوز للحاج أن يتركه إلا لعذر منعه من ذلك. فإذا كان عذرك الذي من أجله تركت المبيت في منى كان عذرا قائما لم تستطع معه المبيت في منى فلا شيء عليك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إن كنت متساهلا وقادرا على المبيت لكنك تساهلت وتركته، فإنه يجب عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم جبرانا لترك هذا الواجب. تذبح فدية من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة توزعها على فقراء الحرم كفارة لما تركت من واجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والفدية يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن ومن حيث الصلاحية. نعم.